امبارح قمت الصباح كده عادي حاطه البداية، قمت 7 نغزر الكورتاب نلقى لو 18 نيو نوفمبر هكا. ومشيت الترين تاع روحي، مشيت لاصال، وبعد الفطور حكيت مع امي بالتليفون، واني نحكي معاها نغزر بالتليفون نلقى لو 20 نوفمبر. دخل الصباح لو 18 بعديك لو 20، ما فهمتش شيء لهالدرجة، معناتها ولات الأيام تجري وما فهمت حتى شيء. في الليل بعد ما روحت من لونترامون كالعادة، عملت دوش، تعشيت، قبل ما نرقد كان نشوف البورتابل قال 22 نوفمبر بين الصباح والليل. بعد 4 أيام ما فهمت حتى شيء، معناها بالرسمي حاجة وقفت لي مخي. لو 18 لو 20 لو 22 تسارع الأيام، دخلوا في وسط النهار و4 أيام في نهار، والله صدقوني ما فهمت حتى شيء. أحكي معاكم راني بالرسمي مانيش مستوعب حتى شيء، معناتها يندرى نعيشوا في آخر الزمن، يعني يقول لك الأيام تجري ما عادش تفرق بيها، النهار كالساعة والجمعة كالنهار والشهر كالجمعة، ما نعرفش ندرى فما شكون عاش لحظة كيما هيك ولا ما فماش، كيف شكون شاف حاجة كيما هيك. أنا نظر وبهت بهت، يعني سرعة كبيرة في مرور الأيامات والوقت والساعة، ولينا ما عادش نحسوا بحتى شيء. يعني سبحان الله، تك تك تلقى الشر فيه، تك تك ما فهمت شيء. رأينا أيها الإخوة وأيتها الأخوات كيف تصرمت أيام وليالي هذا العام الهجري، بل رأينا كيف تصرم ما مضى من العمر بسرعة كبيرة. اعلم أن ما تبقى من العمر سيمر بنفس السرعة التي مر بها ما مضى. والإنسان كل يوم يكدح ويكدح في هذه الحياة إلى أن يحين أجله الذي كتب له قبل أن يخلق، وهو في بطن أمه قد كتب أجله. فالإنسان يكدح في هذه الحياة، وكل يوم يمضي يقرب من الموت ومن الدار الآخرة ويبعد عن الدنيا، وكل يوم يمضي ينقص به العمر ويقترب به الإنسان من الدار الآخرة. ولهذا يقول الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة، والسعفة يقصد بها ورق النخل أو سعف النخل. سرعة رهيبة في مرور الأيام والسنوات نعيشها في زماننا. تلاحق الأيام والليالي ليس شعورا نفسيا، إنما هو حقيقي. تأتي الجمعة وإذا بها تلتصق مع الجمعة التي بعدها. من يفرح بهذه الليالي التي رحلت والأيام التي ودعت إلا من كان مقيما على الطاعات؟